الله الرحمن الرحيم. المحاضرة رقم 7 اللي هي الانجر لينك. انجر لينك اللي هو الاي اللي هو يسموه الانجر للسفينة، يعني مرسل السفينة فتشي. احنا هنا ايش راح ناخذ الاشرف يساوي فتشي. شنو هذا اللي هو الرابط؟ وين يكون مثلا جوجل؟ هذا جوجل نقدر نجيبه منه. هي هذا يا نسوي له كوبي ونجي هنا موجود، خلي هنا بالضبط هنا بين كوتيشن، وخلي هنا نكتب هنا جوجل، وهنا نكتب تارجت تارجت بلانك، وتارجت اكو هنا سيلف، وتويتر عادي وجوجل عادي. خلنا ننفذ ونشوف شنو ذولا ايش راح يسوون، ايش راح يصير لنا. اها إذن صار عندي جوجل اول واحد، جوجل هذا، تويتر وجوجل وجوجل. ناخذ اول واحد، اول واحد البلانك يفتح لنا صفحة غير هاي الصفحة اللي احنا بيها. اذا سوينا هنا جاب لنا جوجل بس مو بصفحتنا، سواها بغير صفحة. طيب التويتر لا، بهاي الصفحة يفتحها. الجوجل هذا اللي هو هذا سيلف يفتحها بنفس المكان، والجوجل عادي كل شيء ما بي اللي هو ما بي تارجت ايضا يفتحها نفس الصفحة. خلينا نجرب واحد من عندهم او اثنينهم، يلا ماشي. وين افتحها هنا، راح نرجع نفس الصفحة فتحها. طيب هذا الاخ ايضا فتحها بنفس الصفحة، اذا هم نفس الشيء. وتويتر كذلك يفتح هنا اذا عندنا تويتر. طيب اذا افتهمنا شنو؟ افتهمنا انه هذا الرابط بهذا الشكل اللي هو الجوجل، وهنا يفتح في صفحة أخرى، والباقي كلهم يفتحهم شنو؟ بنفس الصفحة. طيب لو أخذنا الانجور بهالشكل هذا الاتشرف، وهنا أخذنا جوجل وكتبنا هنا في شيء معين، وهنا قلنا اي دي يساوي الجوجل، اي دي يساوي الجوجل، كملنا. فايش راح يصير؟ راح يطلع لنا هذا الرابط اللي هو جوا خط اللي هو هذا الرابط. من نضغط عليه وين راح يروح؟ راح يروح وين؟ راح يروح على هاي، نجيب لنا اياها، المفروض تطلع بالصفحة. خلينا نشوف. اذا نسوي سيف ونسوي ريلود، ونشوف. سوينا ريلود ونسوي كليك هنا، ايش راح يصير؟ جاب لنا هذه اول وحدة، قال هاي اللي انت تريدها انتقال الى نفس الصفحة. طيب اذا بدلنا هاي، اكو وحدة مخلينها بالاخير اللي هي نيو، هاي النيو، سوينا لها كوبي وخليناها هنا. راح يطلع نفس الرابط راح يطلع اللي هو هذا، ونشوف نسوي ريلود. طيب هسه نروح على المكان، شوف ايش طلع لنا. طلع لنا هذا بنفس الصفحة، المهم طلع لنا الصفحة اللي بيها منه، طلع لنا الصفحة اللي بيها هذا. اللي هنا نكتفي بالاي والانجو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.